كان طلبات كثيرة على الملوزة وعلى واحد المحنشة باللوز والتمر كنت حطيتها وبغاوهم ما ندخلش عليهم إن شاء الله وراحتهم. عندنا بالنسبة للحلوة الملوزة بالسكر كلاصي كنحتاجو فيها نص كيلو ديال اللوز مسلوق ومطحون كنطحنوه المرة الأولى بوحديتو والمرة الثانية كنطحنو مع ربعة ديال السكر كلاصي كنديرو في واحد القطعة كنزيدو ليه شوية ديال المسكة الحرة مدقوقة مطحونة مع مدقوقة مع معلقة ديال سنيدة غمي كنجيو ندقوها ما كنبقاش ندقو بحال اللي كندقو في المهراز غير كنديو ونجيبو باش ما كتلصقناش في المهراز. ثلاثة ديال الأصفر ديال البيض وبيضة كاملة واحد الخمارة معلقة كبيرة زبدة رطبة وقشور حامضة كبيرة نعاود ولا نفهم؟ إييه واخا. عندنا نص كيلو ديال اللوز مسلوق ومطحون المرة الأولى بوحدو والمرة الثانية مع ربعة السكر كلاصي هادشي كنديروه في قطعة كنزيدو له المسكة حرة مطحونة مع معلقة كبيرة سنيدة ثلاثة أصفر بيض واحد البيضة كاملة واحد الخمارة معلقة كبيرة الزبدة رطبة وقشور حامضة كبيرة كنخلطو هادشي كامل وحنا كنمعكو بالكف باش كتجينا معلكة من بعد كندهنو اليد ديالنا كنخليوها ترتاح شوية من بعد كندهنو اليد ديالنا غير بالماء كنسندوها كلها في السكر كلاصي وكندخلوها للفران سخون وناقص من التحت تتفكع وهي الملوزة بالصحة والراحة.